بتشتم بس هو انت بقى اميره ولا انت ليناش بقى طيبه ولا هديره ولا انت مين شبيره ولا طيبه ولا انت مين انا مش حد انا نانسي بس انا بمثل شخصيه بس هل رفضتي دور قبل كده ونزلتي عليه وقلتي كده ده طلع حلو يا ريتني كنت عملته لسه لا لا بصي عامه يعني مش بسميها كده بس هو نصيب حد تاني ما ينفعش ابص له فيه وحياة امي يعني ورحمه امي ما بكذب ان انا فعلا ما فيش حاجه انا سبتها والله العظيم ثلاثه ما بصيت فيها يعني حتى ما قلتش الجمله دي عشان كده انا لا لسه ما حصلش فعلا ما حصلش ما عنديش دي الحمد لله ما عنديش دي خالص كان باين على وش ايه احب الاعمال لقلبك كلهم ما ينفعش اظلم ولا عمل لان كلهم خدوا مني السوشيال ميديا بتمثل لك ايه هاري واي حد عايز يقول حاجه بيطلع يقولها دلوقتي من خلال السوشيال ميديا ومستخبي وراها مش مهتمه بيها جبان جبنة بجد ليه ما بقاش عندنا فكره لو انا زعلانه منك او انت زعلانه مني ما تيجي تكلميني ونتقابل ونقعد نتكلم في الموضوع ليه الموضوع بقى يلا ننقح على بعض ويلا نطلع نتكلم على مين ومشاكل احنا ما كناش بنعرف مشاكل بيوت الناس دلوقتي الموضوع بقى عشان ترند والحاجة التانية احنا كناس في الوسط يعني مفضوحين شوية بشكل ما لان انتي بتشتغلي انتي شخصية عامة بتمثلي بتخرجي بتاكلي بتشربي بتتعي بتسافري بتنفجري في مكان اخر بيحصل لازم يعرفوا عنك بتوصل ان هم بيعرفوا الاجور فاهمة الفكرة فبالنسبة للممثلين انا شايفة ان بجد في ظلم واقع عليهم من ناحية السوشيال ميديا نعرف زي ما عرفنا نطلع الانترنت هنعرف نفلتر الحاجات الوحشه ونمنع الحاجات اللي بتتكتب يعني سوري لما نيجي ننزل اي صوره بلاقي كومنتس سافله جدا محطوطه ومن اكونتس مش معروفه مين دول ومين اللي سمح اصلا حاجه زي دي تبقى مكتوبه هو ده اللي انا بتكلم الجانب السيء المقرف من السوشيال ميديا ان في حاجات كتير بتتقال عليه مش صح ان بيحصل تسويق لحاجات زي الزفت عليه مش صح بوظ في حاجات باظت في حاجات اتصلح ايه اللي حصل لك في مرفق بيروت كنت حموت بس الحمد لله لان احنا كان يوم 4 اغسطس كان اصلا تصوير اول حلقه في المسلسل كله بكل النجوم بعمل فيلم رعب مع نضال الشافعي ومعانا شاهين الرابر ومعانا الجميله حبيبه قلبي استاذه هاله فاخر واستاذ حجاج عبد العظيم اخراج استاذ معتز حسام فيلم لطيف هيتعرض على المنصات مش هيبقى في السينما هيبقى رعب وان شاء الله يعجبكم بحضر دلوقتي برضو فيلم مغامرات كوكو وقربنا نخلص تصويره مع بيومي ومعايا شيرين رضا وبرضو عمرو عبد العزيز وطاهر ابو ليلى وقصقص في ناس لذيذه جدا وبيطلع تقريبا معانا كمان ضيف شرف لذوذ يعني حمدي مرغني طالعه ضيفة شرف برضو مع كريم محمود عبد العزيز الجميل ان انا بجد مبسوطه بالتعاون معاه لاول مره والاستاذ الدكتور الفظيع دكتور بيتر ميمي بجد يعني ما شاء الله عليهم هما الاثنين ودكتور بيتر يعني تاتش وود يعني ما شاء الله عليه بجد مش عارفه اقول ايه عليه بس انا بجد مبسوطه انا اشتغلت معاه مع دكتور بيتر لا رمضان لسه بس انا دلوقتي اللي بعمله الافلام طيب مغامرات كوكو عندي 13 تموز بيتقفلوا وبعمل ضيفة شرف مع كريم في الفيلم شلبي بس ده اللي عندي انتي نورتينا النهارده ثانك يو سو ماتش ومبسوطين جدا جدا ان انتي معانا ثانك يو سو ماتش وطبعا كنتي زي القمر وخفيفه على القلب كده ربنا يخليك انا بس عايزه بجد اقول لكم حاجه ما تزعلوش من صراحتي انا ما بحضرش الكلام انا اللي في قلبي على لساني دايما حتى ده في شغلي هقول لكم نصيحه حبوا بعض وحبوا نفسكم الاول قوي 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 اول ما تحبوا نفسكم قوي
صدقوني هتبقوا احلى حاجه في العالم. تحبوها يعني ما تاذوهاش، ما تجوش عليها، ما بهدلوهاش، يعني ما يبقاش انتوا الزمن. خليكوا رحمه مع نفسيكوا زي ما انتوا رحمه مع الناس علشان الدنيا تبقى احلى معاكم. والله العظيم دي نصيحه، حبوا نفسكوا قوي بس يعني مش بانانيه يعني.